النقلة من كابتن وائل رياض لميكالي، وانا عارف ان انت لعيب جميل وملتزم ومع اي حد الدنيا بتمشي بشكل كويس، لكن كان كابتن وائل رياض، لكن فترة قريبة جه ميكالي. احكي لي النقلة، اتأثرتوا ازاي بالكابتن وائل وازاي قدرتوا يعني تتغيروا بسرعة مع مستر ميكالي؟ بالمناسبة برضو انا عاوز اشكر كابتن وائل رياض جدا طبعا، عشان هو ليه دور كبير في ان احنا موجودين دلوقتي في افريقيا، عشان هو اشتغل معانا حوالي سنة تقريبا، يعني استفدنا منه حاجات كتير قوي. بالنسبة بقى النقلة، يعني كل واحد وليه سيستمه وليه شغله. المدربين اتنين كبار جدا واشتغلنا معاهم على أعلى مستوى، كل واحد كان ليه شغله اللي ينجحنا. يعني لو كنا برضو فضلنا مع كابتن وائل رياض كنا هنبقى بنسبة كبيرة إن شاء الله برضو موجودين في أفريقيا. فالاتنين اليوم كل واحد ليه سيستمه وليه طريقة لعبه، والاتنين مدربين يعني على أعلى مستوى. الاتنين مدربين على أعلى مستوى، لكن ميكالي مدرب جديد وعمل طريقة لعب جديدة أكيد، يعني طبعا أسلوب جديد في التمرين، قدرت تأقلم معاه بسرعة معتز؟ جدا يعني. هو كمان كان كل لما يجي يقعد معانا يقول لنا احنا فرقة بنفهم بسرعة وبنستوعب بسرعة. هو دايما بيقول على لعيبة المصريين، اللعيبة المصريين كده بالظبط. يعني هو اشتغل معانا تقريبا قبل البطولة 14 تمرينة، 14 تمرينة بس، منهم ماتشين وديين. يعني احنا دخلنا البطولة بشغل صغير جدا من اللي هو حفظه لنا، قدرنا احنا نصعب بيه. فيعني احنا كمان لو اخذنا مع الكوتش ميكالي شويه وقت كمان ناخد كل شغله، هنبقى يعني فرقه كويسه جدا. ايه اهم ما يميز ميكالي من وجهه نظرك؟ اللي هو يعني كوتش برضو بيشتغل تكتيك، التكتيك بتاعه مميز جدا. بيبقى في حاجات يعني برضو اول مره كنت اسمعها منه، عموما فرقت معايا وفرقت في طريقه اللعب وفرقت كمان في شغل الفرقه. فهو بيتميز بان هو شخصيه قويه، نعم، وكمان يقدر يحفظك الشغل والتكتيك بسرعه، ما تحسش ان في صعوبه، تحسش في تعقيد في الشغل. الشغل بسيط بس بيفرق، بسيط بس بيفرق. اتاهلنا للنهائيات يا عم عابدين، فاضل لنا بقى البطوله نفسها وكاس العالم. بس كاس العالم بقى نظامه اريح شويه، يعني لانه ما علمته انه كاس العالم كله هيبقى على غرار كاس العالم للكبار، يبقى 48 منتخب، صح كده ولا انتوا لا؟ الناشئين كده اسالوا لنا في اللائحه يا جماعه بتاعتهم، لانه مهم يعني، لانه هيوحدوا نظام كاس العالم يعني. بس عندنا بطوله افريقيا، فكر ازاي بقى في البطوله؟ ما هو انت اكيد هتحط في دماغك لازم تبقى اساسي، لازم تموت نفسك، انت راجل لاعب دوري ممتاز، لاعب نادي اهلي، معار بس لاعب نادي اهلي، بتفكر في البطوله من دلوقتي وبتفكر ازاي؟ يعني البطوله لسه في شهر 2 أو 3، فانا دلوقتي بعد بكره ماشي. لا انا بتكلم ان انا تركيزي كنا لسه اول امبارح بنحتفل براس السنه، دلوقتي هنحتفل باخر السنه. انا بتكلم ان انا دلوقتي تركيزي في مع الفرقه، ان انا عايز اشارك كويس، فان شاء الله اشارك مع الفرقه واتمرن وابقى جاهز برده للبطوله، زي ما كل اللعيبه ان شاء الله في الانديه عندهم هيتمرنوا ويبقوا جاهزين للبطوله. يبقى تمرين وبرده هيبقى عندنا وقت اكتر مع كوتش ميكالي. كويس، عشان عاجبك كوتش ميكالي؟ لعيب ان انا اسال لعيب انا مدربه، بس انا حاسس ان انتوا كلكم بتحبوه يعني. لا مدرب كويس قوي، وبرده يعني زي ما معتز قال كابتن وائل رياض يعني ساعدنا جدا واشتغل معانا لمده سنه، ساعد كل واحد فينا الصراحه. نعم، وبس كان كوتش ميكالي احنا يعني لو خدنا معاه فتره زياده شويه والله يعني هنتغير 180 درجه. هم دلوقتي قالوا لي 24 فريق اتاهل منهم 12، فاضل 4 منتخبات من افريقيا. 4 من افريقيا كتير يزعلوك ان شاء الله، ان هم كنت عندكم بيبقوا مجموعتين تقريبا. احنا مجموعتين يعني اللي بيطلع في اللي بيطلع تاني مجموعه بيضمن كاس عالم ان شاء الله، بيصعد كاس عالم، وانت خلصت الصعب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب برضو بالنسبه لك انت بالتحديد، لانه انا متابع كاسك من بدايتك، انا متابعكم انتوا الثلاثه يعني، بس انا حقيقه راهنت عليك بعد معسكر النمسا، وحتى انت لما رحت مودرن انا كنت فرحان جدا انك رحت مودرن، بس يبدو انه ايه الظروف ما سمحتش قوي، ده بدلك يعني. فانت بالنسبه لك كهداف ومهاجم والناس كلها بتتكلم عنك وكاس عالم وانت عارف الفاترينا، بس خلينا نتكلم على كاس افريقيا الاول اللي هتوصلنا لكاس العالم. هو كاس افريقيا طبعا يعني هو مهم جدا لكل واحد فينا كلاعب حتى لوحده بعيد عن المنتخب. صح. طبعا المنتخب قبل اي حاجه يعني، بس ككل لعيب لوحده مهم جدا علشان العالم كله بيتفرج علينا تقريبا. أيوه. فكل واحد بيبقى ليه اهداف من البطوله، ان هو يعمل اللي هو يقدر عليه علشان يشوف هو هيمشي في انهي طريق. يعني بيبقى هدف كل واحد حاطه ان هو بقى يلعب بدأت تحط اهدافك يلعب درجه اولى في ناديه، يحترف بره، كل واحد وليه اهدافه يعني. وحشك لعب الدرجه الاولى مع الاهلي؟ طبعا قوي. طبعا فاكر من ايام معسكر منتخب النمسا؟ طبعا كنا طايرين بيك في النمسا. سرور. انت كسلت شويه؟
والله مش كسل، لا ما اقدرش اقول كسل يعني. انا كنت في الاهلي لما طلعت اعاره لمودرن فيوتشر ممكن اكون اتظلمت شويه يعني، ما خدتش فرصتي قوي. نعم بس الحمد لله يعني، الحمد لله على كل شيء. معنا